بعد قصة حب 10 سنين وبعد أقل من سنة جواز، انفصلت ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي عن زوجها الثالث، وكتبت على صفحتها أنا سنجل. ومش بس كده، دي نزلت صور ليها على الانستجرام لوحدها ووضحت فيها قد إيه مفتقدة فصل الصيف. يا ترى إيه هو سبب الانفصال؟ ندى الكامل سيدة أعمال مصرية اسمها الحقيقي نادية الكامل، ولكن اتشهرت باسم ندى من مواليد شهر أغسطس سنة 1990، وبتشتغل في مجال السيارات والموضة والأحذية، وكانت هوايتها المفضلة ممارسة رياضة لعبة النبالة، وبقت أبرز لاعبيها في مصر والوطن العربي، وفازت في كتير من الدورات العربية بسببها، وخدت تقريباً 7 ميداليات فيها. في الحقيقة ندى الكامل مش أول مرة جوازة ليها ما تكملش، لأن ده تالت انفصال في حياتها، واللي كان من ضمن جوازاتها الفنان أحمد الفيشاوي، ودي كانت تاني جوازة في حياتها، واستمر جوازها منه 4 سنين، وكان أول ظهور ليها في الوسط الفني معاه في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي وقت عرض الفيلم الخاص عيار ناري اللي شارك فيه أحمد الفيشاوي. ده غير بقى جوازتها الأولى من أبو بناتها، ودي اللي استمرت فترة كبيرة وبالفعل خلفت منه 3 بنات وانفصلت بعديها منه، ولكن جوازتها التانية من أحمد الفيشاوي ما خلفتش منه أولاد. ندى أعلنت من أقل من سنة عن جوازتها التالتة، ودي كانت عن قصة حب كبيرة وما كانش حد يعرف أي تفاصيل عنها. الغريب بقى واللي فاجأت بيه الناس كان زواجها التالت بعد ما انفصلت عن الفيشاوي. أعلنت في شهر أغسطس 2023 عن ارتباطها بفنان شاب، وكانت عن قصة حب قعدت 10 سنين وانتهت بالجواز، ولكن ما كملوش سنة جواز وأعلنت عن خبر انفصالها منه، وكمان نشرت ستوري على صفحتها الشخصية على الانستجرام وكتبت فيها صباح الخير أنا عزبة أتمنى السلام لكل طرف. المفاجأة بقى هنا إن الفنان الشاب هو أحمد خالد، هو ممثل مصري من الوجوه الجديدة ولكن مش معروفة في الوسط الفني، مثل وشارك في عدد من الأعمال الفنية واللي كان من ضمنهم مسلسل ظل الرئيس عام 2017 ومسلسل ولد الغلابة في 2019، وحكى قبل كده عن بداية دخوله الوسط الفني. الفنان أحمد خالد قال إنه كان بيتكلم عربي بصعوبة لأنه تربى في سويسرا، وبعدها أخد ورش تمثيل وتعرف على المخرج إسماعيل فاروق قبل تصوير مسلسل الوينش، وبعدها عرض عليه المخرج المشاركة في مسلسل الوينش مع محمد رجب. وكان خبر طلاقها من الفنان أحمد خالد وانفصالها للمرة الثالثة صدم الجمهور، لأنها كانت وضحت قبل كده إنه كان في قصة حب استمرت 10 سنين، ونشرت وقت زواجها منه صور جريئة بتوضح الحب اللي كان بينهم، وكتب لها تعليق على صورهم وقال لها بعشقك، ووضح في مداخلة تليفونية في أحد البرامج عن مدى حبه ليها. ولكن خبر انفصالهم كان غريب، وخصوصاً إنها ما وضحتش السبب ورا انفصالهم.